السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع ديال إعطاء البيكربونات الصوديوم للأرانب في فصل الصيف. ضرورة ديال إعطاء البيكربونات في فصل الصيف. التكلم أولا على هذا الموضوع، نتكلموا أولا على صغار الأرانب. التربية ديال صغار الأرانب في فصل الصيف صعيبة للغاية، بحيث كيتعرضوا يعني الإصابة بالانتفاخ خصوصا في فصل الصيف، وكيجيهم ذاك الموت المفاجئ لا قدر الله. وهذا الشيء ذلك بسبب أنهم لا يأكلون بالنهار. يعني علاش؟ لأنهم ما كياكلوش بالنهار، وفي الليل ملي كيلقاو الحال بارد سمو كيبغيو يعوضوا هذاك الطاقة. يعني سمو كيبقاو يديروا كيبقاو ياكلوا بالليل اكثر من النهار. العلف يعني كياكلوا اكثر من الطاقه ديالهم. لذلك سمو خص المربي ديال خصو يحتاط من هاد المشاكل هذه وهذا هاد القضيه هذه. كيفاش خصو يتعامل مع هاد المرحله؟ خصو يتعامل معها بحذر. لذا يجب تزويد صغار الارانب بهاد بيكربونات الصوديوم، وذلك يعني كل يومين في الاسبوع، خاص يومين في الاسبوع. وهذا بيكربونات الصوديوم راه ماشي غالي بزاف. انتم هما الكرتونه ديالو نوريكم، هي هذه، اسمعوا لي راني قالبها. انتم كاتبين بيكربونات صود، هما هي الصوديوم، بيكربونات دو صوديوم. هما ها تخيلوا هاد الباكيه كامله كدير 6 درهم. شوفوا شحال فيها واحد الكميه يعني لا باس بها. ممكن ان تدوز لكم الصيف كامل هاد بيكربونات الصوديوم. هاد بيكربونات الصوديوم هاد الباكيه كامله كدير 6 دراهم، كدير 6 ديال الدراهم. يعني الثمن ديالها رخيص، ورخيص بزاف. دابا نكملوا الحديث ديالنا على هادشي بالنسبه للصغر ديال الارانب. هما كما كتشوفوا انتما الى درتو غادي تجاوزوا المرحله ديال الانتفاخات، ديال الانتفاخ ديال الارانب الصغار، ولا قدر الله الموت. اما بالنسبه للكبار في الحقيقه خص المربي انه يدير واحد النظام صارم في الاكل، لانهم كيتصابوا حتى هما بمشاكل هضميه، خصوصا الامهات العشار. هادو كيتصابوا بال يعني المشاكل والامراض الهضميه وحتى الانتفاخ. حتى هما كيوقع لهم الانتفاخ. يعني حتى هما يصلح لهم هاد بيكربونات الصوديوم. حتى هما بحال الارانب الصغار، كل سيمانه دير لهم يومين. وهذا المحلول منين يعني لما شربوش كامل حاولوا تخلصوا منه. يعني الا فداك يومين ما شربوش كامل ماشي تزيدوا عليه، لا حاولوا تخلصوا منه وديروا العمليه من جديد، عاودوا العمليه من جديد. وغير للاشاره بغيت نهضر على هاد بيكربونات الصوديوم، راه يصلح حتى للانسان. راه استعمال هاد الطريقه يعني واحد المعلقه ديروها في واحد ليترو، معلقه كبيره ديروها في ليترو وتخلطوا وتبقاو تشربوا منه، كونوا متاكدين ان المشاكل الهضميه ولا المعديه راه غادي تخلصوا منها، وغادي تحسوا براسكم خفاف. و الناس اللي عندهم المشاكل ديال 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 المعده والامعاء والمصاران وكاع الحوايج، ملي كتكون الكرش سخونه هاد بيكربونات الصوديوم الواحد كيبقى يحس براسو ان ولا خفيف. يعني البي اش ديال 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 الجسم كتقل، ديال الحموضه ديال الجسم كتقل بهاد البيكربونات دو صوديوم. هاد البيكربونات دو صوديوم شحال من خطره انا كنت كنستعمل ادويه، يعني كاين اللي كيستعمل ادويه ديال هي في الحقيقه ديال المعده يعني، ولكن هاد الادويه هذه ما كت كما كتكمل عاوتاني كتضطر انك ديرها عاوتاني مره اخرى. اما البيكربونات دو صوديوم اول حاجه انها رخيصه في الثمن. تخيلوا هذه الباكيه هذه عرفتي شحال فيها؟ راه قد تقريبا باكيه ديال الملح. ها هي راه عامره، راه فيها بزاف. انتم كما كتشوفوا كيعطيو ميكا، وهذه راني استعملت منها. هذه الميكا راه كانت عامره ب 6 دراهم،
هذه تبقاو ديروها للأرانب ديالكم للإنسان، يعني بالنسبة للصغار الكبار أي واحد بغيتو أنه تريحوه من هذه القضية ديال المشاكل المعدية راه غادي تصلح له. إذا الحلقة ديالنا هي هذه بيكربونات الصوديوم، حاولوا أنكم تكون عندكم في هذه البكية، يعني ديما عندكم في الدار ديالكم، لا بالنسبة للأرانب لا بالنسبة للإنسان. الناس اللي مازال الحلقة ديالنا راه صلات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. القناة إن شاء الله راه غادية بالدعم ديالكم، ساندونا وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. شكرا على تعليقكم الطيبة ومرحبا بكم، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.